السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي في مادة التربية الإسلامية، المجال الرابع الفقه الإسلامي، درسنا لليوم مراجعة درس أحكام الحدث، أهداف الدرس الهدف الأول أن يذكر مفهوم الحدث. الهدف الثاني أن يعدد أسباب الحدث، الهدف الثالث أن يذكر حكم من انتقض وضوءه وكيفية رفع الحدث، الهدف الرابع أن يعدد فرائض الوضوء والتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين لنبدا درسنا لليوم معنى الحدث وهو كل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهاره معنى الحدث هو كل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهاره لو سالتكم يا صغاري ما مفهوم الحدث ما مفهوم الحدث احسنت بارك الله فيك هو كل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهاره احسنت هو كل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهاره ثانيا نستذكر معا اسباب الحدث من أسباب الحدث: خروج البول، وخروج الغائط، وخروج الريح، والنوم العميق، فإن حصل شيء من ذلك انتقض الوضوء، ويسمى ذلك حدثًا، أسباب الحدث نتذكّر جيداً: خروج البول، ثم خروج الغائط، ثم خروج الريح، ثم النوم العميق، لدينا أربعة أسباب للحدث. وتذكر يا صغيري، عدِّد أسباب الحدث، عدِّد أسباب الحدث، السبب الأول أحسنت خروج البول، السبب الثاني أحسنت خروج الغائط، السبب الثالث بارك الله فيك خروج الريح، وأخيرا السبب الرابع النوم العميق أحسنتم. ثالثاً، لنتذكر معاً حكم من انتقض وضوءه، إذا انتقض الوضوء قبل الصلاة، يجب على من انتقض وضوءه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي، أما حكم من انتقض وضوءه، أثناء الصلاة وخرج منه بول أو غائط أو ريح انتقض وضوءه وبطلت صلاته كاملة، ووجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة مرة ثانية، حكم من انتقض وضوءه قبل الصلاة يجب عليه أن يتوضأ مرة ثانية إذا أراد أن يصلي. أما من انتقض وضوءه أثناء الصلاة وخرج منه بول أو غائط أو ريح ما حكم صلاته؟ انتقض وضوءه وبطلت صلاته ووجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة من يفكر معي ويسترجع ما درسناه يا صغاري؟ ما حكم من انتقض وضوءه ما حكم من انتقض وضوءه قلنا من انتقض وضوءه قبل الصلاة ماذا يفعل ومن انتقض وضوءه أثناء الصلاة ماذا يفعل هيا يا أبطال أحسنت من انتقض وضوءه قبل الصلاة ماذا يفعل يتوضأ إذا أراد الصلاة بارك الله فيك يتوضأ إذا أراد الصلاة وأثناء الصلاة احسنت بطله صلاته وعليه ان يعيد الوضوء ثم يصلي مره اخرى عليه ان يتوضا مره ثانيه ثم يعيد الصلاه رابعا كيفيه رفع الحدث ويكون بالوضوء عند توفر الماء إذا وجد الماء لدينا يرفع الحدث بالوضوء أما إذا عدم الماء يكون بالتيمم عند فقدان الماء أو عند المرض عند عدم القدرة على استعماله يكون رفع الحدث بالتيمم يا صغاري كيف يكون رفع الحدث؟ كيف يكون رفع الحدث؟ احسنت بارك الله فيك بطريقتين هما الوضوء والتيمم الوضوء بماذا يكون الوضوء بماذا يكون احسنت بالماء الطاهر والتيمم بارك الله فيك بالتراب الطاهر هكذا يكون رفع الحدث اولا بالوضوء وثانيا بالتيمم لنسترجع معا يا صغاري كيفيه الوضوء اولا ابدا فاقول بسم الله ثانيا اغسل يدي الى الرسغين ثلاث مرات اغسل يدي الى الرسغين ثلاث مرات ثالثا اتمضمض ثلاث مرات أتمضمض ثلاث مرات، رابعاً: أستنشق وأستنثر ثلاث مرات، خامساً: أغسل وجهي ثلاث مرات، أغسل وجهي ثلاث مرات، سادساً: أغسل يدي اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم يد اليسرى مثلها اغسل يد اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم يد اليسرى مثلها سابعا امسح رأسي مرة واحدة امسح رأسي مرة واحدة ثامنا امسح اذني مرة واحدة واخيرا تاسعا اغسل قدم اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم قدم اليسرى الى الكعبين ثلاث مرات من منكم يذكر لي خطوات الوضوء كيف نتوضا كيف نتوضا أحسنت أولاً نقول بسم الله، أولاً نقول بسم الله، ثم أحسنت نغسل الكفين ثلاث مرات، ثالثاً، ثالثاً، أحسنت المضمضة ثلاث مرات، ورابعاً، ورابعاً، أحسنت الاستنشاق والاستنثار ثلاث مرات. خامساً، خامساً، أحسنت غسل الوجه ثلاث مرات، سادساً، سادساً، بارك الله فيك غسل اليدين للمرفقين ثلاث مرات، وسابعاً، وسابعاً، أحسنت مسح الرأس مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة، ثامناً، ماذا نمسح بعد راسنا احسنت مسح الاذنين مره واحده واخيرا احسنتم غسل القدمين الى الكعبين ثلاث مرات هذه هي طريقه الوضوء الصحيحه اولا نقل بسم الله ثم نغسل الكفين الى الرسغين ثلاث مرات ثم المضمضه ثلاث مرات ثم الاستنشاق والاستنثار ثلاث مرات ثم غسل الوجه ثلاث مرات ثم غسل اليدين للمرفقين ثلاث مرات وسابعا مسح الراس مره واحده ثم مسح الاذنين مره واحده واخيرا غسل القدمين للكعبين ثلاث مرات احسنتم بارك الله فيكم لنكمل مراجعه بقيه الدرس لنستذكر معا كيفيه التيمم اولا اضرب بالكفين على التراب الطاهر ثانيا امسح وجهي ثالثا امسح ظاهر الكفين تذكر معي يا صغاري كيف نتيمم كيف نتيمم هيا من يذكر لي الخطوات الثلاث اولا نقول بسم الله وما هي خطوات التيمم وما هي خطوات التيمم اضرب بالكفين على التراب الطاهر اضرب بالكفين على التراب الطاهر ثانيًا، ثانيًا، أحسنت، أمسح وجهي، أمسح وجهي، وثالثًا، وثالثًا، أحسنت، أمسح ظاهر الكفين، هذه هي خطوات التيمم، أولًا، أولًا أضرب.. بالكفين على التراب الطاهر ثم أمسح وجهي أحسنتم ثم أمسح ظاهر الكفين هذه الخطوات الثلاث للتيمم ولا بد أن يكون بالتراب الطاهر هيا يا صغاري لنفتح الكتاب معا على الصفحة الثالثة والخمسين السؤال الثاني اضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الخطا المسلم يتيمم للصلاه اذا لم يستطع استخدام الماء بسبب المرض صح ام خطا المسلم يتيمم للصلاه اذا لم يستطع استخدام الماء بسبب المرض احسنت اجابه صحيحه بارك الله فيك ثانيا خروج الريح ينقض الوضوء خروج الريح ينقض الوضوء اجابه صحيحه ام خاطئه اجابه صحيحه ام خاطئه بارك الله فيك اجابه صحيحه واخيرا نمسح القدمين في تيمم، لننتبه، نمسح القدمين في التيمم، إجابة صحيحة أم إجابة خاطئة؟ أحسنت، بارك الله فيك، إجابة خاطئة، فقط نمسح ظاهر الكفين، ونمسح الوجه، ونضرب الكفين على التراب الطاهر فقط، لا نمسح القدمين في التيمم، وإنما.. نغسلها الى الكعبين في الوضوء فقط شكرا لانتباهكم يا صغاري ولا تنسوا دائما استذكار دروسكم اولا باول استودعكم الله واتمنى لكم النجاح والتوفيق